السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية نتاع بسكرة لنقف على الأشغال نتاع الازدواجية نتاع الطريق الوطني رقم 83 اللي يربط مدينة بسكرة ببلدية سيدي عقوبة. نخليكم تابعوا فيديو حول الازدواجية تاع الطرقات في بلدية بين بلدية بسكرة وبلدية سيدي عقبة. إذن والسلام عليكم. بسكرة بوابة الصحراء والتي تمر بها عديد الطرق الوطنية، منها الطريق الوطني رقم 83 والذي عرف ازدواجية في شقه الرابط بين بسكرة وسيدي عقبة. الحمد لله ربي سعز حاجة زايدة في الولاية وزايدة في البلاد، وخفت علينا العديد من المشاكل. كانت الطريق هذه كانت محفورة للجوانب تاعها، وكذلك يجي الواد هنا تغلق الطريق. كانت معاناة يعني باه توصل سيدي عقبة من بسكرة سيدي عقبة معاناة، وباه توصل لازمتك وقت ولازمتك يعني يخرجوا فيك تاكسيات، يخرجوا الناس مزروبة على بالك، الوقت ضيق. اليوم الحمد لله رحمة ربي يعني طريق وساعة وعاد المشي رايحة وتقدر توصل لهلين. طريق أنجز وفقا للمواصفات العالمية على مسافة 15 كيلومترا، إضافة إلى تجهيزه بأنظمة الحماية من الفيضانات وكذا الإنارة العمومية. الأشغال انطلقت بدون توقف، الآن رانا في الاستلام تاعو، مهيئ من كل جوانب من تحت التأشيرات الأفقية، التأشيرات العمودية، الإنارة العمومية، منشآت تصرف مياه الأمطار، وفيه كل المعايير التقنية المعمول بها في الطرقات الحديثة. الآن كما راكم تشوفوا راه طريق مزدوج، فيه كل المعايير الحديثة للطرقات السريعة، أنجز في الأجل المحددة. ازدواجية ستسمح بالتقليل من حوادث المرور، إضافة إلى انسيابية مرورية خصوصا وهو طريق يربط بين ولايتي بسكرة وخنشلة.